دخول الحرب على سوريا عامها السابع وما ترتب عليها من آثار جسيمة على خدمات رعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة والقطاع الأهلي، وخروج عدد من المعاهد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية عن الخدمة، تزايدت الاحتياجات الملحة لهذه الشرائح الأكثر هشاشة التي تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان برعايتها من خلال استهدافها ببرامج الحماية بهدف تخفيف آثار الأزمة عليها والاستجابة لاحتياجاتها الأساسية. هذه الندوة رقم 82 خلال شهر آذار فقط، بعد أن أنهت كل فروع الاتحاد على مستوى المناطق والمحافظات عقد مثل هذه الندوات ضمن إطار الأمومة والشهادة المواطنة والانتماء. توجناها اليوم بهذه الندوة المركزية اللي بتتناول فيها أوراق متعددة. الورقة الأولى ستتحدث عن دور المجتمع المحلي، جمعيات ومجتمع أفراد، وبتعزيز الصمود السوري. الورقة الثانية بدها تحكي عن انتصار سوريا كيف يصنع العالم الجديد، وورقتي التي ستقدم بها هي باتجاه دور المرأة بتعزيز وتعميق الوعي باتجاه المواطنة وكيف نفهم المواطنة وما هي المواطنة بصيغها وصورها الجديدة بعد أن أفرزت الحرب كثير من المآسي وكثير من الجرائم. المرأة السورية لديها هموم كثيرة، فهي من ناحية هناك مرأة عاملة، ومن ناحية أخرى هي أم الشهيد، من ناحية أخت الشهيد هي زوجة الشهيد، لديها أعباء الأسرة، لديها التحمل والخوف والضغط، الحياة، القدرة على إدارة المنزل وتربية الأولاد ومتابعة التعليم والقيام بدورها الاجتماعي. شاهدنا المرأة السورية في الحقيقة، أنا أعتقد أنه حتى الإضاءة على هذا المجال لابد من أن نكثر من الإضاءة على دور المرأة، لأنه هي حامل أساسي في المجتمع. لا اعتدنا على أن نقول نصف المجتمع، أنا أستطيع أن أقول بأن دورها يعني هو أكثر من استراتيجي، وهو حامل أساسي لضمان تماسك المجتمع السوري. هي الدافع للجندي، هي التي لعبت دور في يعني إطلاق صرخة قوية في وجه هذه الفاشية التي يعني أطلت بغيومها السوداء على سوريا.